70 دينارا للكيلوغرام في أسواق الوادي. هذا السعر هو سعر الجملة في مسقط رأس البطاطا السوفية، لتصل بذلك إلى 100 دينار على موائد العائلة الجزائرية. المستهلك يرى أن هذا السعر خيالي ويتجاوز قدرته الشرائية، باعتبار البطاطا أحد أهم أغذية العائلة الجزائرية، فلا يكاد يخلو أي طبق من أطباق المائدة المحلية والوطنية من هذه المادة الحيوية. كيف ولماذا تجاوزت البطاطا الأسعار المعتادة والتي تراوحت بين 40 و50 دينارا في أسواق التجزئة السنة الماضية؟ وهل تصح المقولة الجزائرية تارة على المستهلك وتارة على الفلاح؟ الفلاح السوفي مهما كان يخدم ويشقى ويتعب ويعاني ماهوش خالص. العوامل الجوية، الغبار، السلعة، كلش مرة 500 مرة 1000 ب3000 مش خالص، 4000 مش خالص، 5000 مش خالص. يا ربي لا صب الثلج. شوف الجروبات اللي في الكمان وماتريال ومش يدعموا بيه. ومن بعد يقول لك بطاطا الواد دار 7000، 10000 رخيصة بطاطا الواد. 10000 راهم ياكلوا فيها بط. زراعة البطاطا في الوادي لها قواعد كثيرة، وكل قاعدة في حد ذاتها هي تحدي للفلاح السوفي الذي يصارع آلاف الأطنان من الرمال الزاحفة كل يوم. جملة من التحديات تبدأ برحلة البحث عن قطعة أرض، أو بالأحرى مجموعة من الكثبان الرملية التي يقوم الفلاح بتسويتها بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين سنتيم. دي باش وجدناه هذا البيفو، هذا بيفو راهو درك راهو واجد باش نزرعوه. هذا وين راهو كانت البلاصه هذه، وين كلها كانت واعره كيما هاك البلاصه هذه، كل عوامي كبيره باش سويناه وباش خدمناه. جبنا له السرجور هذه سرجور تضرب سمانه ولا 10 ايام باش ترجعه كيما هكا، صافي دير تخسر عليه دراهم كبيره. بعد إزالة آلاف الأطنان من الرمال بشق الأنفس، تروى الأرض بالمياه تحضيراً لاستقبال البذور الجديدة. هذه البذور خاصة هذا الموسم كانت مغشوشة على حد تعبير الكثير من الفلاحين. لو راح يتاحهم ويقول له شحال تحتاج ويجيب له قرانطي، مش يجيب له غدوة ويطيش ومن بعد يولي الفلاح سعره رايبيع. والله ما لقاش، وما لقاش كل يحارب، شكون يقدم؟ لمن يقدم؟ لازم يقدم الانسان اللي يجيب له الفلاح. كل مالك كمان مدينه والله العظيم كيفاش يزرعهم بعد يخرج قرانطي ومن بعد يجي يشارع وما لقاش كيفاش. قبل البذر مباشره تسيج الارض بجريد النخل الذي ياتي من ولايه بسكرة باسعار غاليه حسب الفلاحين. تتم صناعة آلة السقي المحوري محلياً من قبل ورشات حدادة. ورشة صاولي إحدى أكبر الورشات المحلية التي تواجه مشاكل جمة، أهمها التيار الكهربائي وانعدام اليد العاملة. قائس نعانوا منها، من بينهم تريسيتي ساعة مش لاحق، بطوات كاينة مي كوابل ما كانش، ونعانوا من ناحية الخدامة، هذا الخدامة راهو ما كانش مش متوفر، اليد العاملة مش متوفرة. البلاصة إن شاء الله ديروا لنا منطقة صناعية مليحة نخرجوا لها، اللي على بالك البلاصة هذه مادام مازالت فارغة ما ليها مازال مش معمرين، هانا مستغلينها. إلا عمرة البلاصة هذه واش ونون باش تحط ثلاثة ولا تعود فصل الله العمار والسكن، ما سما ما تقدرش تخدم خدمها كيما هذا، لازم تخرج للبرا على برا خدمها هذه، طلب بلاصة كبيرة وبلاصة واسعة. هذا واش نطلبوا من الدولة غير تعاوننا شوية وخلاص. ري الأرض مع وجود التيار الكهربائي أودى بحياة 5 أشخاص السنة الفارطة، مما جعل الفلاح يتفادى دخول أرضه أثناء فترات السقي.
من أكبر الصعوبات التي يواجهها يوميا الفلاح السوفي هو نقل الأسمدة إلى الأرض المزروعة، خاصة وأنه ليس بالإمكان استعمال أي شاحنة لاجتياز مسافة 5 كيلومتر وسط الرمال. البطاطا درك اللي رام ياكلوا فيها هذه واني رانا من ماي اللي فات وحنا نوجدوا له باش لحق درك الوكال باش ياكلها البطاطا من ماي. احسب قداش نشهر راه خدامه تخدم، راه كماين، راه جرارات تخدم، راه سرجورات تخدم، راه خدامه تخدم، راه طوموبيلات تخدم. مش سهله البطاطا، مش سهله. الوكال درك يقول لك هاي لحقتني البطاطا ب 10000. اشوف الفلاح واش راهو قاسي، كيما زريعه سنا خلصناها 8500، 8500 يرحم والديك. درك تجي تزرع البطاطا هنا طيش زريعه 8500 وراك معول على ربي. لانجري راه يدير مليون، 850 الف قنطار دورونجمون ثاني باش يمدوا لك لانجري هاك تعرف. من اهم العوامل التي تعرقل هذا الاقتصاد هو انعدام اليد العامله، باعتبار البطاله في ولايه الوادي تؤول الى الصفر، فيلجأ الفلاح الى استيراد العمال من الولايات المجاوره. قدام 300 الف صارجيه الناقص 300 الف ياكل الذمليه المصور ب عنده راحته وخاسر. والشعب هنا انت هناك تشوف فيه هذا قال لك انا نمشي طروبيلات لحق لهم من خارج طروبيلات والزهو والحاد التحواس يمشي. هذا مقرنا نخدموا كل بطاطا ناكلوها ب 2000 فرنك. هذه هي السبب نتاع الانتاج تاع البطاطا. واللي يجمع اللي راه يخدم ما قدش على الشعب الجزائري، الشعب الجزائري اللي راه قاعد اكثر من اللي راه يخدم. واللي ياكل كاين واللي يخدم ما كاش. لازم تطلع البطاطا. الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية من أهم التحديات التي تواجه الفلاح. البقع الصفراء التي ساهمت في تدني مستويات الإنتاج تؤرق السوفيين كثيرا. على حد قول أحد الفلاحين فإن سعر 70 دينارا هو سعر رمزي، وكان من الأجدر وضع سعر 100 دينار على الأقل. عشر لا فرقيس 10000 راهم ياكلوا فيها بط. شوف كيفاش مدينا كل بصيد اي كوارد، اي كوارد زايده كما قال لك البيبو التالي تالي راه ما جاب 100 غلطار، تعرف 100 غلطار جاب 100 والاخر 50 راه بين 30 وكان مسكر الماء وروح نطلبوا من الناس الكبار. أيوة. كما نقولوا بوتليقه الجماعه كل انت هو الفلاح. انا نظن كون يحبس الفلاح تحبس الجزائر، لا بترول لا غاز ولا جامعه ولا ثقافه ولا والو. رانا شعب تاع ماكل. الحاجة الأولى الفلاح يخسر الأرض الساعة يخدم الأرض كما قولك جماعة، وهذه حاجة متفق عليه. البيفو ساعة الحديد يدور 15 مليون، 17 لازمتك معرفة. حاجة ثانية الكابل تاع تريسيتي كما يقولك جماعة، إن شاء الله الغاز، إن شاء الله إن شاء الله تريسيتي حذايا صنع الغاز مشاركتني في تريسيتي. حاشاكم حاجة وجوهكم الزق، روحوا ادخلوا السوق تاع الزق وشوفوا الأسواق، شوفوا البري تاع الزق اللي كانوا اخواننا القبائل كانوا يقولنا نطيشوا فيه، نطيشوا فيه ونحلوا من باش يجي يخدمه. نعطوكم اراضي صح، قولوا نعطوكم اراضي سربونا به الكلمه هذه وني، قولوا لنا باش نعطوكم اراضي 5 هكتارات وتريسيتي يجيكم وفيها سونده فيها كلش مريقله وبيستات ما كاين والو. واحد عنده ارض 3 هكتارات ما كاين والو، تلقاه يزرع هكتار والاخر يجي يقول له راني باش نزرع منه يقول لك ما كانش. فهمتني؟ واحد عنده 2 هكتارات واخر عنده 1000 هكتار. هاي يا سيدي زوالي ما عندهش يدين، عنده 2 هكتارات والاخر تلقاه عنده ما عطاه الله عنده 17 هكتار. عامي باش تطرح بلاصه تاع فيفي بالعشر ملايين باش توجدها. الزرب باش تقي عليها فيها الريح هذا والمشاكل هذه ما عدناش صايبين والو. لا خدام نجوا مع 3 منظور مع 3 نتاع الصباح نجوا هنا البطاطا نقلعوا على الظلام المهم تمرمدين فيها كلش. اقتصاد الرمل من أكبر الرهانات الجزائرية، فبعد أن أثبت أبناء وادي سوف على أحقيتهم باحتلال أولى المراتب وطنيا كان لزاما على الدولة الجزائرية أن تعيد نظرتها إلى هؤلاء الفلاحين الذين استطاعوا أن يقضوا على البطالة في منطقتهم، وأن تعيد جدولة الميزانية المخصصة للاستثمار الفلاحي ولو في ولاية الألف قبة وقبة.
وعليها الدولة ما عاونتنا حتى بشيء، بخاصة هنا بالواد زوف ما عاونتنا حتى بالدولة، حنا كل شيء نخدموا لا معاونين، ولكن النصابة النصابة من اللي وراهم قاعدين في مي فيدا راهي تلحق لا لا فيدا راهي تلحق حتى للقط والمسكين الشعب ما هو ما كان والو.